مع سيدي الا واحد غادي يعيط الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير الانصراف. ايوا انا شويه نشوف القصور الانصراف وقفه احتجاجيه ممنوعه وغير مرخصه الانصراف الله يجازيكم بشكل حضاري. راه هذا غير هذا بشكل حضاري ديالكم غادي تنصرفوا بدون هذه بدون سمح بالله خويا السبب ديالنا حنا اليوم جينا لهنا للقنصليه ديال طاليان، حنا شي فورا مهنيين ديال الانترناسيونال، ضررنا بزاف عامين هادي وحنا مضرورين بزاف. كاين اللي مسؤول على شحال من حاجه، كندفعوا الدواسه كيردونا بالرفض، كنخلصوا قيمه تقريبا كتقام ب 2000 درهم، كاين اللي باع حويجه على 2000 درهم، كاين اللي باع حويجه باش يخلص الدوسي هذا، وفي الاخر كيخرجوا الرفض. دابا حابسين السياحه، حابسين الكيران، حابسين بزاف الحوايج. ملي كتمشي للاداره ديال الباترون كيقول لك انا ما عندي ما ندير لك، سير شكي. فين غادي نشكيو؟ اللي كتهضر معاه كيقول لك سير بعد، فين ما كتمشي لشي اداره كيقول لك سير بعد. هو الاستاذ جفان هو راه معروف في العالم، راه هو عنده تقريبا شحال من كار، راه الشيافر الاخرين، الباترون الاخرين ولاو كيتدرقوا، عباد الله الدرات، الشيفور المهني ديال الانترناسيونال ضر بزاف، حيت فين ما كيبغي يهضر نزل. وكيدفع الدوسي كيمشي كيتكلف ويتكلف باش يدفع الدوسي، كدوز 15 يوم 20 يوم كيقول ليه ملغي الرفض، سير الاداره ديالك. مطالبنا القنصليه ماشي ضد حنا القنصليه، ولكن منح التاشيرات للسائقين، لان حنا كشركه نقل دوليه ما يمكن لها تقوم بهذا العمل الا من بعد تكون واحد الشراكه ما بين شركات النقل وما بين شركاء اوروبيين تابعين لشنغن. حنا بالفعل كملنا بشراكات وعدنا البضائع باش نصيفطوهم. تفاجئنا بان هاد القنصليات بفرنسا وايطاليا بالخصوص حبست عمل التاشيرات. علاش؟ الله اعلم. درنا لهم مراسلات، درنا لهم كل شيء، ما كيجاوبوناش. جينا هنا باش نطالبوا هذاك، كنعرفوا بان السائقين ولا ارباب العمل ولا الموظفين اللي تابعين الشركات كيعولوا بزاف ديال العائلات ومقعد مصدر حتى شي حاجه. ها الحدود محبوسه، ها التاشيرات ما كتعطاوش. جينا طالبنا باش ناخذوا التاشيرات. هذا هو الطالب ديالنا. السفاره كنا مراسلات ديما كنراسلوهم ما كيجاوبوناش التليفون. جينا بحال ما هكا، راه جا الرئيس ديال جامعه النقل الدولي، راه هو قالوا لي يدخل عندنا، كنتسناو الجواب من عندهم ان شاء الله. الضررين كسائر القطاعات كلها حنا تضررنا من هذا. هذاك شويه الضوء اللي غيتفتح لينا اللي تفتح ديال البضائع باش نديو البضائع ما عندناش، كاين ما عطاوناش التاشيرات للسائقين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.